اول حاجه انا ضد كل واحد طلع يزايد على جماهير النادي الاهلي. هي غلط فهي غلط، انا بأكر على حضرتك، احنا دوله قانون، الجماهير لما يتقال عنها ارهاب حضرتك في لوائح وقانون طبقها عليه زيه زي اي حد في المجتمع. جماهير الاهلي ما فيش على راسها ريشه، اما اللي بنطلع نزايد على جماهير عشان في مواقف خاصه ده غير مقبول بالمره لمصر الجديده اللي احنا بنتكلم عنها. دي رقم واحد. فكره اللي انا اطلع في الاعلام عشان معايا برنامج اسحل اضرب احبس اسجن مش عارف ايه الكلام ده سمعناه من يومين، ده تحريض على الهوى مباشر، لازم اللي قال كده يتحاسب. لكن موقف الشرطه الحكيم المحترم اللي هم كانوا بيتعاملوا مع الموضوع، مين اللي طلع قال اضرب؟ مين اللي قال يا كابتن شادي اضرب؟ انت بقى بتوصل كابتن شوبير نتكلم بوضوح، يعني بتوصل كابتن شوبير؟ انا ما جبتش اسماء، انا لا شوبير ولا غيره، انا بقول اللي حصل الحقيقي. ما فيش حاجه اسمها استاذ وائل، حضرتك كنت دايما لما بتشوف الغلط في برنامجك وانا هنا ولا بميز ولا بكذب، انا بقول كلمه الحق. كلمه الحق ما ينفعش قامت ثورات عشان تطلع في الاعلام ليك موقف خاص من 2007 اضرب اسحل اسجن مش عارف ايه، مش دورك. القانون هي الكلمه العليا، كلمه القانون يطبق على الكبير وعلى الصغير طبعا. القانون ولا يجب الدعوه للسحل حد ولا تمام. اما التحريض اللي كان علني على الشاشه، لكن موقف الداخليه المشرف المحترم اللي اتعامل فيه بمنتهى الهدوء. لكن لو رحنا بقى للضرب واستحكم زماننا بنجيب ناس ميته والدنيا بقى نولول. لكن انا بحيي وزاره الداخليه المحترمين اللي هم بعدوا عن المشهد، قال لك ده مشهد يخص النادي وجماهيره، حاجه محترمه حاجه مشرفه. اما العار، كل العار ان انا اسمع مذيع يقول لك انا رقم واحد في مصر ورقم 10 في مصر ويطلع يقول اسحل واضرب واسجن وارهابي. هلا يا استاذ وائل، ابو تريكه اللي الكل اتهمه ورايح ولابس تيشيرت مصر، كل نجوم العالم كل واحد بتيشيرت بلده، حاجه مشرفه حاجه مشرفه، وهو موجود بيرفع راسنا كلنا كمصريين وسط النجوم دي كلها، كده عايه لينا احنا وحاجه مشرفه لينا احنا بعيد عن المواقف السياسيه. لكن ما بنشوفش الحاجه الكويسه ونقولها، دي الحقيقه. انا لسه محتفي بالكابتن ابو تريكه من شويه كده. ايوه انا اقصده ايه يا استاذ وائل، والله صدقني انا امين معاك جدا، ولا ليا مصلحه ولا ليا اهداف ولا بلعب عشان الجماهير تناديني ولا هعمل شعبيه مزيفه ولا هطلع اقول انا البرنامج الاكثر شعبيه في مصر دلوقتي عشان بتكلم عن الجماهير. انا بتكلم على حق شرعي دستوري، دي الحقيقه. الكره للجماهير مش لحد تاني، بس للجماهير مين؟ الجماهير المحترمه المخلصه الوفيه اللي بتساند فرقتها اللي عايزه رياضه حقيقيه. اما المتعصب يبعد بعيد عن